أهلا وسهلا فيكم ورجعنا من جديد، ويعطيكم ألف عافية مع طلال. وحلقة جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد بتكون مميزة مثل بقية الحلقات اللي مرقت. بتشكر حضوركم ما شاء الله، دغري صرنا 100 مشاهد، هذا شيء كتير أنا بعتز فيه صراحة. هذا الشيء اللي هو عم يخلينا نستمر ونحاول إنه نحن نقدم دائما كل شيء جديد. لحظة بس أضبط الموبايل لأنه وقع قبل شوي، عشان نقدر تابع ان الامور ماشيه كلها بشكل جيد. طبعا كل عام وانتم بخير. نحن اليوم مع اول حلقه بال 2021، حقيقه هي الحلقه السادسه. انا ما كنت متخيل ان الامور تمشي بهذا السلاسه، الحمد لله. ولسه في عنا افكار كثير، وفي عنا سبيكرز كثير ان شاء الله راح نستضيفهم بالاشهر القادمه. وبرجع بقول دائما دائما نحن هدفنا انه نوصل المعلومه، هي المعلومه تكون سلسه وبسيطه، يقدر اللي عم يتابعنا يقدر يوصل لشيء يستفيد منه بعيادته. هذا هو الهدف، أكثر ما تكون هي القصة عبارة عن شو. نحن بنشوف كتير حالات على الفيسبوك، حابين نستفيد دائما لحتى نوصل لمعلومات نقدر شيء كلينيكال تيبس نستفيد منهم بالعيادة. وهذا اللي أنا عم بحرص أنه باختياري إن شاء الله للمحاضرين وللحالات اللي عم تكون موجودة معنا. برجع كمان أنا بوجه تحيتي لمجموعة طب أسنان مباشر، دكتور مازن دوماني، اللي هن الصراحة الباكستيج اللي عم يدعمونا والشريك الرسمي لنا. فبرحب فيكم كلكم، يعطيكم العافية. هلا ضيفي اليوم ضيف مميز صراحة، شهادتي مجروحة فيه. يعني أنا بعرفه لما كان بالمرحلة الجامعية الأولى، متميز جدا، صبور طموح صراحة. يعني قصة الطموح عنده يمكن يعني أوفر، يعني فوق الشيء الطبيعي، وهذا شيء طبعا أنا بحسده عليه ما شاء الله عليه، ومشان هيك ما شاء الله وصل بشكل كتير كبير. دكتور أحمد العبد الله صراحة هو خريج جامعة سوريا الخاصة 2016، حصل على ماجستير بمداوات الأسنان اللبية بال 2020. أيضا أنا بحسب له إياها من أحد إنجازاته السريعة والمهمة، اللي هو الفاوندر لجروب إندودونتكس شو مي هاو، اللي هو ما شاء الله خلال فترة قياسية وصل لحوالي 20,000 متابع. وهلا كمان دكتور أحمد بيعطينا فكرة عن هذا الموضوع. أيضا هو مشرف على النواحي التطبيقية والعملية بكلية طب الأسنان بجامعة دمشق، وبيمارس عمله بعيادته الخاصة بعمل مداواة لبية، محصول للمداواة لبية وبناء الأسنان تحت الميكروسكوب. فمنرحب جميعا بالدكتور أحمد العبد الله. مرحبا يا باشا. أهلين بالمعلم. هلا أهلين أستاذي، الله يعطيك العافية. سعداء. تحياتي لكم جميعا. شو أخبارك؟ أنا بخير. منور أحمد. والله بخير، دعيلك الله يسلمك ويحفظك حبيبي دكتور أحمد. طيب نحن اليوم عنا كلينيكال كيس، وهي كلينيكال كيس هلا الدكتور أحمد حيعطينا فكرة عنها، على كيس على إعادة معالجة على بريمولر. خلينا نشوف شو المشكلة اللي صارت معه الصراحة، أو التشالنج اللي كان عنده، هو عبارة عن ليدج. وبتوقع كثير منكم صار معها القصة، فخلينا نشوف مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد يلا لو بتشير سكرين لو سمحت. وطبعا انا برجع بذكركم، عندكم اي اسئله ما شاء الله انتم متابعينا والامور ماشيه بخير، عندكم اي سؤال لو سمحتوا مباشره حطوا على الكومنتس، ونحن مباشره بنجاوب عليها. الدكتور احمد شو هاد شايف صورتي يا احمد؟ مساء الخير جميعا. بدايه بحب اتشكر استاذي دكتور طلال يعني على هالبرنامج الحلو، اللي هو دائما بيحب يرتقي بمستوى الاندو في سوريا وكمان على مستوى الوطن العربي. فشهادتي فيك مجروحه استاذي دكتور طلال. عشان قصه استاذي واستاذي، احنا خلينا هيك نحن طالعين هلا مع بعض ونسمع منك ونستفيد منك اليوم دكتور احمد. طيب هلا اواخر السنه الماضيه، بس بدي احكي لكم كلمتين عن الجروب اللي اسسناه انا واصدقائي السنه باخر السنه الماضيه. هالجروب ننشر فيه معلومات نظريه وسريريه لحتى يكون في ايفيدنس بيز للطلاب وللاطباء وحتى الاخصائيين، وعم ننشر باللغتين العربيه والانجليزيه مشان باقي الدول كمان تستفيد من هالتجربه الحلوه. هلا اليوم راح نستعرض معكم كلينيكال كيس لليج مانجمنت. راجعني مريض محول من طبيب، فأخذت القصة المرضية للمريض، فكانت كالتالي. المريض من 3 سنين عامل معالجة لبنية للأبر سكند بريمولا، وعمل تلبيسة أوتاج لهذا السن. من شي شهرين تقريبا وقع هالتاج، فراجع الطبيب لحتى يرجع يلزق له اياه. فدكتور عمل اكس راي، لقى في عندي ابيكال ليجن
على هالضاحك، فحاول يعمل إعادة معالجة للسن، وصل لمنطقة بلوك ما عاد يقدر يقدم شيء ثاني للمريض، فحول الحال. اوكي، معناها كان في كراون، انا اسف بس شوي ضغط عنك، كان 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 عامل روت كانال القديمه احمد، ووقعت الكراون، بده يعمل كراون طبعا، صور وصار شاف في ليجن، ومن احد الامور اللي احنا بنعرفها انه قبل ما نعمل كراون جديد نتاكد من الوضع تبع البريكل تيشيو، فقرر يعمل اعاده معالجه لاهل التشالنج وحول لك اياها. تمام. شو لقيت دكتور احمد؟ هلا اول ما اجى لعندي المريض، عملت بعد ما اخذت القصه المرضيه له، عملت اكس راي لحتى اشوف الدكتور اللي قبلي شو شاغل وشو مشكله هذا السن. هلا عملت الاكس راي، لقيت انه في عندي خراج او افي او بري ابيكال ليجن موجوده. لقيت عندي بالابيكال بارت لهذا السن ما في معالم لوجود قناه، فممكن هون تكون القناه متضيقه مثلا، او تكون متكلسه، او ممكن يكون في عندي حشوه عصب قديمه. هلا الشيء الثاني اللي لفت انتباهي بالكورونال والميدل ثيرد، في عندي شفوفيه بالقناه، في عندي شفوفيه بالقناه. بحالات اعادات المعالجه لما بيقول المريض انه انا معالج هذا السن مثلا من 3 سنين او 4 سنين، لا بفتح بعمل صوره اشعه بلاقي انه ما في حشوه كوتا مثل ما متعودين، انه في خط ابيض واصل للطول او ناقص، لقيت ما في هالشيء هذا. فلما بشوف شفوفيه يروح شكي لانه هالسن هذا معالج بالريزين، غالبا يكون معالج بالريزين. شو هذا الريزين؟ معلش توضح لنا بالله دكتور احمد لو سمحت، يعني انا قصدي هل يوجد مواد حشو قنيويه شافع الاشعه؟ يعني هل انت بدك عم تحاول تفهمني انه انا اشوف حالي وانا ما بشوف فيها خيال لحشوه قناه، فانا ممكن ظن انه قد يكون فيها شيء؟ وشو هذا الريزين لو توضح لنا، لانه يمكن ما الكل بيعرف شو هذا الريزين. هلا الريزين او الروسيا الريد متعارف عالميا هي حشوه عصب قديمه كان يستخدموه، ويمكن لحد الان بعض الدكاتره الكبار بالعمر كثير ممكن لحد الان يستخدموه لسهوله استخدامه، لكن هي بتعمل لي كثير مشاكل لانه ما بتاخذ شكل القناه، ما انا ضليله على الاشعه، ممكن يصير في عندي تسرب من خلالها. فحاليا صرنا بموضوع ال 3 دي اوبتريشن، فالتغى هذا الموضوع. بس كتبس صغيره انه انا لما بيحكي لي المريض انه هذا السن معالج، بتطلع بلاقي ما في خط ابيض، ما في كوتا عندي، بلاقي شفوفيه، هون غالبا بيروح الشك انه هذا السن معالج من زمان ومعالج غالبا بالريزين، فلازم جهز حالي وجهز عضلاتي معي. حبيبي الله يعطيك العافيه، بس نحن كمان في نقطه كمان، يعني هلا الاقماع الريزين مو كلها مشففه، يمكن قد تكون تقصد فيرجن معين او خلينا نقول لوت معين او وسقه معينه، هي بظروف معينه كانت موجوده يتمر فيها البلد، فكانت الترناتيف لانه ما كان موجود جتابيركا، بس لكن مو بالشكل المطلق. لكن في كتير ريزين ممكن يكون شاف الاشعه، بس ممكن يكون انه قد يكون يعني ما له سخيان الطبيب، ما له حاشيها بشكل جيد. فاوكي يعني انت، انا بدي اسالك سؤال، انت حاطط السهم الاحمر، يعني انت شو اللي مخليك تحس انه هون في ليدج مثلا او في شيء؟ يعني انت قلت انه هون ما عاد شفت خيال قناه، صح؟ انه هون متكلسه. تماما. هلا اذا شايفين هون ببدايه الثلث الذروي او نهايه الثلث المتوسط، في عندي مثل في شيء هون، انه هذا الجزء محضر، لكن بدايه الثلث الذروي في عندي شيء هون. تمام. هلا بالموضوع موضوع الدرجه لحتى نشخصها او ممكن نشوفها على صوره الاشعه، فبتبين معي احيانا تكون الدرجه عندي كبيره فبتبين معي على صوره الاشعه، مثل مو ما بعرف اذا واضحه معكم هون هي الشفوفيه في عندي مو مثل الدرجه، او ممكن انه انا لما ندخل المبرج جوات القناه وعم يصطدم بواحده من الجدران واخذ صوره بيطلع بهذا المنظر، او احيانا بحالات اعاده المعالجه لما الدكتور اللي قبل بيكون حاشي السن لنص القناه والنص الثاني انه القناه واضحه عندي بس ما انا محشيه، فهون انا ممكن شك بوجود درجه. فهي ممكن بعض الدلالات او التبسات الصغيره لحتى اعرف انه هون في عندي ليج او لا. ممتاز ممتاز، معناها ننتبه لهي، خاصه انت يعني هاي الشغله يمكن اضفتها او خلينا نضوي عليها، موضوع انه قناه موسعه بعدين فجأة راح توسيع القناة أو تغير المحور، فهذا بخلينا نشك بوجود درجة. طيب هات لشوف دكتور، إذا أنت أخذت هاي الفكرة من البداية، حطيت ببالك أنه قد يكون عندك هذا التشالنج ودخلت، خلينا نفوت معك نحن بمسيرة العمل بهالحالة وشو صار معك. تمام.
هلا اول خطوه انا عملتها بعد ما فتحت السن، حطيت الفايل جوات القناه، لقيت انه هالفايل عم يصطدم بالجدار، عم يصطدم بشيء كثير قاسي، الفايل ما عم يعلق بشيء، يعني يخليني شك انه مثلا في حشوه عصب قديمه، في بقايا مثلا، بقايا عاجيه موجوده ممكن يعلق فيها الفايل عم يصطدم بشيء كثير قاسي. فهذا الشيء وجهني انه الفايل اخذ مسار شيء ثاني، ممكن متشكل درجة عندي، فراح تشخيصي لوجود درجة بهي الحالة. هلأ لما حطيت الحالة تحت المجهر، لقيت إنه في عندي بقايا ريزين موجودة على جدران الأقنية اللي حكينا عليها. هلأ أفضل طريقة لحتى أنا أشيل بقايا الريزين هي رؤوس الألتراسونيك، تمام، من عدة شركات وعدة أنواع تحت الماجنيفيكيشن. اقل شيء يكون في عندي لوبس خاصه بالكورونال والميدل ثيرد، ممكن انا اشيل الريزين عن طريق الالتراسونيك تيبس. هلا لما انا شفت الحاله تحت المجهر، صار في عندي سيناريو للحاله، يعني عرفت انه الدكتور اللي قبل شو شاغل. الحاله اجت لعنده باعاده معالجه، كانت معالجه بالريزين، فحاول يفرغ الريزين عن طريق البيزو او الجيتس او الروتري فايل ذات التيبر الكبير، وصل لمنطقة اللي هي بداية الانحناء بالثلث الذروي، ضغط كثير على الفايل أو على البيزو أو على الجتس، فتشكل معي درجة بهذا المكان، هي منطقة بداية الانحناء. هو أحد أسباب تتشكل معي درجة هي الانحناءات بالجذور. معناها كل ما بيكون عندنا انحناء اكثر، كل ما ممكن نتوقع اكثر دكتور احمد انه قد يكون عن او قد ممكن يتشكل عندنا درجه، لذلك ناخذ حذرنا اثناء التحضير. تماما، هي احد، يعني احد اكثر المشاكل ممكن تصير فيها درجه هي الاقنيه المنحنيه، فلما يكون في عندي قناه منحنيه لازم احط ببالي هذا الشيء. طيب انا اجاني معلش ملاحظه من الدكتور مازن دوماني، بوجه له تحيه. طب انت ليش ما مثلا استعملت سولفنت، او شو وجهه نظرك انه مثلا هل نستعمل سولفنت ولا ما نستعمل سولفنت؟ دغري مباشره بتقول التراسونيك. طب اخي انا في عالم ما عنده التراسونيك، في عالم يمكن ما تكون عنده لوبس، يعني تمام. في مجال تسهلنا الامور شوي ولا لا؟ خلاص نعمل حالنا ونروح بنسهل الامور نحن على طول. صراحه انا بالنسبه لي بشتغل تحت المجهر، يعني نادر لحتى استعمل سولفنت، لكن بالعيادات يعني ما في اي ماجنيفيكيشن او ممكن موجود في لوبس، ممكن استعمل السولفنت مثلا زيت البرتقال او الكزيلول، بتركه بحط بالسرنج نقطه او نقطتين على فوهات الاقنيه، بتركها لمده دقيقه لحتى تاخذ مفعوله، ببلش بالروتري فايل يعني على مهل او برؤوس التراسونيك لحتى تتلين الحشوه، اما الكوتا او الفيزو. بس انا يعني قليل جدا لحتى استعمل المحلات صراحه. فاذا ممكن نستعين بالسولفنتس احيانا اذا احنا يعني ما كنا عم نشوف او نشتغل بالالتراسونيك. اوكي دكتور جو اهيد. اذا قيمت وشفت اذا شعاعيا وسريريا وعرفت انه عندك ليتش، كيف عملت المانجمنت لو سمحت تسهل علينا الموضوع او تقلنا تعطينا كلينيكال تيبس بهذا المجال؟ طيب هلا اول خطوه، طبعا بعد ما اكدت انا تشخيصي انه في عندي ليتش هون، اول شغله بدي اعمل اروى. هلا الاروى بهيك حالات انا بفضل اروي بالاي دي تي اي سائل، لانه بيضمن لي انه انا اشيل كل شيء دبري، كل شيء بقايا سيلة، كل شيء حشوه عصب قديمه. طبعا بعد ما عملت فليرنج للقناه، يعني انا لوين وصلت مثلا الدرجه موجوده بعد 10 ميلي، عملت فليرنج ل 9 ميلي الاولانيه او 8 ميلي، ما بدي اوصل للدرجه مباشره، لانه لو وصلت للدرجه ممكن هالدرجه هي تكبر، ممكن يصير في دبري اكثر، فبيسكر لي اذا كان في مسار للقناه فبتسكر. فهون انا بروي بإي دي تي اي سائل لحتى اضمن انه انا شلت كل شيء دبري، كل شيء سيله وبقايا حشوه عصب نتيجه التحضير. هي اول خطوه بدي اعمل اروى بشكل كثير منيح. الشغله الثانيه بدي اعمل اكتيفيشن، عملت اروى لحتى اضمن انه انا شلت كل شيء دبري صار عندي عن طريق الاروى، وهون شايفين انه السائل تحول للون ابيض، فهذا دليل على انه الدبري طلعت، بقايا السيله طلعت، فعملت اكتيفيشن لحتى اتاكد انه كل شيء بقايا عندي طلعت تمام. والاي دي تي اي ممكن تعمل لي سوفتنينج لل 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 للبراد العاجيه الموجوده على مسار القناه، فهذا الشيء ممكن انا استفاد منه لما عم دور على كاتش للقناه. هاي بالنسبه للخطوه الثانيه. طيب
معناها انا بدي ضوي على نقطه كثير حلوه حكيتها دكتور احمد، موضوع انه خاصه اذا عندنا نحن ليدج او شاكين بليدج، لما نروح بالروتر انسترومنتيشن ما نوصل لمطرح الليدج قبل بميلي مشان ما نصعب القصه او نزود حجم الليد وتصير المانجمنت اصعب. تمام تمام، هي نقطه كثير مهمه صراحه، لانه يعني لقيت انا مثلا قمع كوتا فبدي فوت لحتى اسحب قمع الكوتا كليات، لا بدي اخذ طول بحيث انه وصل قبل هذا القمع مثلا بواحد ميلي او اثنين ميلي يكون الوضع عندي افضل. هلا بنيجي للخطوات العمليه اكثر بموضوع الليج، دخلت الفايل جوات القناه عم يصطدم بشيء كثير قاسي، فاول خطوه بعملها بالفايل بدي احلل الفايل اول 2 ميلي من الفايل بزاويه 60، اما بالاندوبندر او بالتويزر، وشغله كثير مهمه لازم يكون الانحناء من نفس جهه النوتش الموجود على الربر ستور، هذا الشيء كثير مهم حتى اعرف انا وين الليج وين الكاتش اللي ممكن لاقيه. هلا حركه الدخول بدي يدخل على كل جدار، يعني دخل هالفايل مثلا على الجدار الميزيا حركه بول اند بوش، يعني بحاول انه في كاتش او لا، ادخل على الجدار الثاني لحتى الاقي كاتش صغيره، يعني ان المبرد بيمسك. هلا متى ما المبرد مسك بمسار القناه او علق بشيء ما بسحب الفايل، ما بسحب الفايل نهائيا، بحاول بعمل واتش وايندنج خفيف بول اند بوش موشن بشكل كثير قصير. تمام، ليش دكتور تعمل بول اند بوش؟ ليش ما بتسحبوا الفايل كله من القناه؟ هلا انا يعني كثير صعب انت لحد يعني بعض الحالات كثير صعب انت لتلاقي الكاتش، فانت متى ما لقيت الكاتش بدي احاول انا اوسع هالمسار القناه، بدي احاول شيل هالدبري منه، ف وبدي خفف شوي من الدرجه الموجوده، فاعمل بول اند بوش موشن عن طريق المبرد لحتى خفف من هالدرجه هي، مسار القناه شوي يتوسع عندي، فبتصير الفايلات تدخل باريحيه. ونقطه هون كثير مهمه انه النوتش تبع الرابر ستور بتساعدني كثير، انا دخلت لقيت الكاتش تبع القناه او عملت باي باس للليج مثلا بالميزيال، فبتطلع على النوتش انه هي رايحه للميزيال، فخلص كل فايل بعد هذا الفايل بدي دخله بدي احنيه بدي دخله باتجاه الميزيال وخالصين، ما انه اتعذب مره ثانيه انه ارجع وين الليج وين الكاتش. فهي نقطه كثير مهمه، لازم النوتش تبع الرابر ستور تكون من جهه الانحناء. هاي بالنسبة للمانيوال فايلز. طبعا انا غالبا دكتور لو سمحت لي دكتور لو سمحت لي من بعد امرك، هلا كثير حلو هالحكي، خلينا نكون شوي واقعيين، هل الموضوع بهالسهولة اللي انت صورت لي اياها؟ طيب هاي نقطة. نقطة ثانية، طيب يعني قصدي الحظ بيلعب دور في هالقصة شوي ولا لا؟ نقطة ثانية، فينك تدلني على انا الصوت راح عندي دكتور طلال الاوريجينال باث تبع القناه؟ لا انت يعني انه بس الصوت عم يقطش عندك. نشوف وين في مجال بهذا القناة. دكتور سمعني؟ سامعك دكتور. ايه هلا الموضوع سامعني؟ الموضوع ما نسهل نهائيا، بيحتاج كتير براكتس، بيحتاج حظ كمان، بيحتاج نوع معين أحياناً من الفايلات، الموضوع بده تدريب، الموضوع بده صبر كتير، يعني أول محاولة، ثاني محاولة، ثالث محاولة احتمال ما بتنجح معك، أول جلسة احتمال ما بيمشي الموضوع، لكن أنا في عندي خطوات، هاي الخطوات تساعدني بشكل كتير منيح لحتى أخذ تشانس لحتى أعمل باي باس للليج. الموضوع ما نسأل. هلأ بالنسبة لنوع الفايلات، بفضل انا ببدايات الموضوع يكون عندي فايلات طول 21، طول 21 يعني بيعمل لي تكتاك سنسيشن كثير عالي، فانا فيني يصير فرق بين انه هون الموضوع قاسي شوي، انه هون جدار ممكن، هون ممكن يكون دبري، فبيعطيني فيلينج شوي عالي،
فبروح باتجاه الطول 21. هلا في انواع، في انواع من الفايلات اللي هي مثلا سي بلس بيجي راسها سيمي اكتف، فهذا موضوع كثير بيساعدني، لكن بدها خبره شوي الموضوع، لانه هاي الفايلات ممكن بتعمل لي لج كمان بمكان ثاني. نعم اوكي دكتور، اوكي دكتور جو اهيد. تمام هلا انا نتابع مع بعض. اذا عملت عملت كاتش للاوريجينال باث هلا. تمام هلا بعد ما عملت باي باس اما بمبرد الثمانية او العشرة، بكمل تحضيري مانيوال لل 15 لل 20 بحالات معينه، لما يكون في عندي الدرجه شوي كبيره بروح لل 25. هلا المشكله الثانيه اللي ممكن تصير معي اثناء الباي باس تبع الليج، هون انا صوره الاشعه بتاكد لي انه انا عملت باي باس وفي عندي قناه ثانيه ملتقيه فيها. لما نروح باتجاه الروتري فايل، بحط الروتري فايل بشغل بلاقيه عم يصطدم بالدرجه، عم يصطدم بالدرجه. هلا في عندي حالتين هون، الحاله الاولانيه ممكن احني الفايل بشكل كثير بسيط ودخل جوات القناه وبيمشي الحال، هي في حال كانت الدرجه صغيره شوي خفيفه، فهي التقنيه ممكن تمشي الحال فيها. الموضوع الثاني او الحاله الثانيه لما يكون في عندي درجه شوي كبيره، فما بيمشي الحال لحتى احني الفايل الروتري دخله جوات القناه بايدي واعمل باي باس بهذا الشكل حتى اضمن ان الروتري فايل خلاص تجاوز الدرجه، بعدين ركب الاندوموتور على الفايل. لما نشتغل الاندوموتور بحاول اعمل براش باتجاه جميل. الدرجه لحتى خفف شوي من هالدرجه هي، لانه في حالات كثير بتمر معنا انه الدرجه كثير كبيره، انا ما راح اقدر شيلك الليالي، فالدرجه راح تظل موجوده لكن انا بدي اخفف منها. هي تيبس ثانيه. طيب دكتور انا بس بدي ضوي على نقطه، انه نحن يمكن مو كل الروتري فايلز فينا نعمل لهم بريكيرفينج، عندك تعليق على هذا الموضوع؟ هل في نوع معين من او زمره، خلينا نقول عشان نحن نحكي براندز، زمره معينه من الفايلات حتى اقدر احنيها؟ تماما. هلا الاجيال الاولى من الروتري فايل كانت في بتصميم معين او نسميه الاوستينيتك سايت، اللي هو بيكون فيها ميموري شيب. الميموري شيب انه انا مثل ما احني هالفايل هيك بده يرجع لشكله الاساسي، فانا هون ما فيني اعمل هالحركه هي الا بتكنيك معين. حاليا اغلب الفايلات الموجوده بالسوق هي من زمره المارتن سيتك فايل، اللي هي فيها كنترول، يعني انا لما احني الفايل بيظل على شكله، على شكل الانحناء، وفيها فليكسيبيليتي عاليه، ممكن انا اروح لهالبراند هذا اللي هي المارتن سيتنج، او موجوده بالسوق متعارف عليها هي فايلات معالجه حراريه. اوكي تمام دكتور، خلاص واضحه الامور. تمام بضيف انا عليك شغله، انه في فايلات اوريدي ديزايند للليدج باي باس من كثير من شركات، ممكن فانتا، ممكن وود بيكر، عندهم تمام. عندهم فايلات خاصه للليدج. اوكي تمام. هلا طيب دكتور بعدين حضرت المشكله الثانيه، يعني موضوع الدرجه بده يضل في عندك مشكله. المشكله الثالثه اللي ممكن تصير معي حتى لما انا اعمل كونفت للقناه، عملت باي باس، حضرت القناه، وسعتها، خلاص انا هون انتهيت، لا بيجي اعمل كونفت بلاقي لساتني عم اصطدم بالدرجه. طيب انا عملت مانجمنت كمان، القمع الكوتا لازم احنيه ولازم اعمل له باي باس، يعني يتجاوز فيه درجه لحتى يمشي الحال. اما اجي احط القمع الكوتا مثل ما هو جوات القناه راح يصطدم بالدرجه، خاصه لما يكون في عندي درجه شوي كبيره على طول، متى ما دخلت قمع الكوتا راح يصطدم بالدرجه، فانا هون مباشره لازم احني قمع الكوتا ودخل جوات القناه، هون تصير الامور اسهل عليه. هلا هي الحاله بعد الاوبريشن، في عندك شيء ملاحظات العلاقه بالاريجيشن؟ هل 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 ممكن الاريجيشن بعض النصائح بهيك حاله بالاكتيفيشن، بما انه انت الالتراسونيك ممكن يروح يدق بالليج بالاكتيفيشن، هل في عندك مقترحات معينه لنحسن الاكتيفيشن بهيك حالات؟ هلا فيني روح لشيء كثير، يعني في كل الاطباء ممكن يستخدموه، اللي هو مانوال دايناميك اكتيفيشن، اللي هو التفعيل ب سمعني؟ اي سمعنا.
ايه دكتور؟ معك دكتور، يلا تابع معك. مانوال دايناميك اكتيفيشن، اكتيفيشن اللي هو بقمع الكوتا بعد ما عملت باي باس للليج ودخلت قمع الكوتا وكمان عملت باي باس، ممكن بول اند بوش موشن 2 3 ميلي حركه دخول وخروج. طبعا انا اكون حاط هيبو كلورايد او حتى الاي دي تي اي بعدين ممكن كمان فعلها بهي التقنيه 100 مره دخول وخروج باستخدام قمع الكوتا، وهي الكل في يستخدمها، هي احد تقنيات بهيك حالات ممكن انا اروح باتجاه. هون الحالة بعد الأوبريشن بهذا الشكل، كان في عندي فوهتين وذروة واحدة. هون الحالة فولو أب بعد 6 شهور، مثل ما نشوف إنه صار في عندي شفاء بهي المنطقة. هاي حالة ثانية لأبر سكند مولا في كالسيفاي، الدكتور حاول يفتح القناة، عمل ليج، عملنا كاتش مثل ما حكينا الخطوات وعملنا تحضير. هلا هون في عنا فيديو بيشرح الخطوات اللي حكيناها فوق، فبتمنى توصل الفكره من خلال هذا الفيديو اكثر. اخذنا طول انه انا عندي قمع الكوتا او الاوبتريشن واصل لهذا الطول، فانا لازم فرغ القناه قبل 1 ميلي ل 2 ميلي لحتى اضمن انه هي الدرجه ما توسعت او ممكن يصير في عندي دبري اكثر، فلازم فرغ الحشوه. هي اول خطوه، ومن خلال التفريغ انا عم كون اعمل فليرنج للقناه. الخطوه الثانيه اي دي تي اي سائل اغسل فيه القناه، عم شوف هون بقايا الحشوه القديمه عم تطلع، اعمل اكتيفيشن لحتى اشيل كل شيء بقايا عندي جوات القناه. هي الخطوه الثانيه. هلا مثل ما شايفين هون صار في عندي القناة كثير نظيفه. نجي بنحني اول 2 ملم من الفايل بدرجه 60 وخلي النوتش تبع الرابر ستوبر من جهه الانحناء، وحكينا ليش، مشان انا اعرف الفايل او الكاتش او الدرجه باي جدار موجوده. بندخل الفايل جوات القناه، بنمشي مع كل جدار بول اند بوش موشن لحتى الاقي كاتش معينه، واتش وايندينج دخول وخروج، واتش وايندينج دخول وخروج لحتى وصل للابكس. اخ لو بيكونوا المرضى كلهم شفافين هيك يا احمد. ابدا، حياة سهلة. حياة سهلة. صراحة موضوع الليج هو من اصعب المواضيع اللي ممكن نواجهها خلال ممارسة الاندو صراحة. طيب الله يعطيك العافيه يا احمد، ايه ما شاء الله عليك، وصلت الفكره. وانا بدي اضيف سؤال قبل ما ناخذ شويه اسئله، ما شاء الله اخذنا الوقت وما حسينا صرنا شيء نص ساعه، نحن بنحاول دائما ما نطول. بس انا حاسالك سؤال وراح اخذ هيك اختيار من بعض الاسئله من المشاهدين، وبوعد من حضرتك انه انت اليوم المساء هيك مع كاست الشاي فنجان القهوه تقعد ترد على كل الاسئله، وكمان اذا بتحط لنا رابط الجروب تبعك للي بيحب ينضم له كمان بيكون هذا الشيء كتير منيح. انا بسالك سؤال، الاوبتوريشن هل في عندك تكنيك معين للاوبتوريشن؟ هل الاكتيفيشن قلت لي المانيوال دايناميك اكتيفيشن، انا بوافقك بالاوبتوريشن، هل في تكنيك معين للليج ولا لا؟ وهل هذا له علاقه باللوكيشن تبع الليج ايضا ولا لا؟ هلا بالنسبة لموضوع الأوبتريشن، هلا إذا كانت الليج كورونال فالموضوع شوي سهل، إذا كان باتجاه الميدل أو الأبيكال ممكن روح للبايو سيراميك سيلر حاليا، يعني هذا موضوع سهل علي كتير موضوع الأوبتريشن. قبل البايو سيراميك ممكن أنا أروح باتجاه الحشو الحراري، لكن ببعض النقاط لازم انتبه عليه. هلا انا عرفت وين الليج وعرفت وين مسار القناه، فحنيت القمع الكوتا، كمان بدي احني شغلتين اللي هن السيستم بي، لازم احني الراس تبعه باتجاه مسار القناه، والراس تبع الابتوره كمان لازم احني باتجاه مسار القناه. هي هيك انا بتعامل مع
لما يكون في عندي ليدج بي مثلا ميدل ثيرد. طيب ماشي، في هيك كثير تحيات لك دكتور احمد، وفي ملاحظات حلوه، واحد عم يعمل منشن لرفيقه وعامل له اترك البلبوتيك من ايدك وتعال اتفرج، فيعني اهلا وسهلا بجماعه البلبوتيك، فانا بحييكم على كل الملاحظات، يعني لطيف لطيف جميل جدا. بس عم نشوف هيك شيء، سؤال جانا سؤال كمان ايضا دكتور مازن دوماني، انت لما بتحط الروتري فايل مانيوال بتحطه جوات الكنال وبعدين بتعمل اتاتشمنت عليه على الهاند بيس، ما في ريسك ينكسر الفايل شيء ولا لا؟ شو رايك؟ هلا طبعا اكيد انا ما راح احطه بسرعه عاليه او تورك عالي مثلا، انا مجرد ما بس انه يعني مسك الروتري فايل بس دار الفايل هون، انا صرت فيني اتحكم بالروتري فايل اكثر، فيني اعمل برش موشن اكثر من انه يكون مانيوال. طيب سؤال ثاني دكتور، بالنسبه لانه احيانا عم يحكي احد الزملاء انه عم بيوصل، طبعا يمكن شوي بعيد عن الموضوع، بس انه قبل الابيكس بيعطي الابيكس لوكيتر اشاره انه وصل على الابيكس، بس بيجي بتطلع بيلاقي حاله ناقص 3 4 ميلي، هل في عندك نصائح فيما يتعلق بهذا المجال؟ احيانا بيكون مثلا الابيكس لوكيتر بيعطيني اشاره خطا، طبعا اذا كان في عندي مثلا مشاكل جوات الروت، اما يكون بيرفوريشن يعني اذا كانت الحاله معالجه سابقا، احيانا ممكن يعني اللاترال كانال اذا كانت شوي كبيره ممكن واجه هيك قراءات صراحه. طيب انا بضيف عليك شغله، بس انه بضيف على معلوماتك انه ننتبه ما يكون عندنا هيوميديتي، ما يكون عندنا سوائل زايده بالحجره اللبيه، لانه السوائل الزايده بالحجره اللبيه احيانا اذا اتصلت مع الجدار اللثوي، اذا كنتوا مالكم مركبين ربردام، او اذا كانوا اتصل مع قناه ثانيه وهالقناه الثانيه واصله على الابكس فبيعطيك فولس ريدنج، فلذلك دائما ننتبه ما يكون عندي سوائل زايده جوات الحجره اللبيه، جوا هيوميديتي جوات القناه خير وبركه، ما في اي مشكله. طيب سؤال هاخذ منك سؤال اخير بس احمد، لانه ما بدي اتجاوز الوقت اكثر، ليش 60 درجه؟ معلش يعني انت اثرت حفيظتنا، ليش اخترت انه بدك تحني الفايل 60 درجه؟ يعني بيمشي حال 45 ولا 70؟ هلا هي بترجع لصعوبه الحاله صراحه، يعني هي من خلال التجربه احيانا بيمشي الحال اقل من هيك، لانه نحن مثل ما متعودين نمسك الفايل بنعمل له هيك وندخله جوات القناه. هلا بحالات الليج او البروكن فايل في تكنيك معين اللي هو انا بدي احني الفايل اول 2 ملم لحتى يعني اشتغل بكل اريحيه جوات القناه، وممكن من خلال هذا الانحناء ممكن الاقي الكاتش حسب سهوله او صعوبه الحاله، يعني اذا كانت الدرجه كبيره ممكن صغر الانحناء، اذا كانت الدرجه شوي صغيره ممكن كبر الانحناء، فهي حسب سهوله وصعوبه الحاله او صغر وكبر الدرجه. طيب دكتور احمد شكرا لك، اضفت كثير بهي الحاله، يعطيك الف عافيه، شغل مميز ومتابعه مميزه، بتمنى لك كل التوفيق. وتذكروا ما شاء الله دكتور احمد عبد الله اكيد له مستقبل كثير كبير، اسم مهم ان شاء الله مداواه اللبيه، شكرا لقبولك الدعوه ومشاركتك بهالمحاضره، ونلتقي على خير، وعلى وعد من حضرتك انه لو سمحت اليوم ترجع تدخل وتعملنا مثل اجابات لبعض الاسئله، وانا ان شاء الله لاحقا بكره او اليوم المساء بعمل سمري عن الحلقه وبنرجع بنشيرها. شكرا لك دكتور احمد ونلتقي على خير، يعطيك الف عافيه دكتور. طيب شكرا للدكتور احمد، شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، شفنا كيف الموضوع المانجمنت تبع الليدج اعطانا شويه برينسيبلز مهمه، موضوع كيف نوسع القناه ننظفها بشكل جيد، نعمل التراسونيك، نحني الفايل، ومجرد ما لقطنا الكاتش يمكن نعمل سموثينج للليدج، بعدين ممكن كيف نحني الروتري فايل، وكيف ممكن لحتى نوسع الكنال ونشيل الليدج، بعدين نحط الجتابيركا باسلوب معين، وكيف نحكي ممكن نحشي الحاله. بعتذر شوي يمكن صار تقطيش بالصوت شوي من عندي شوي من عند الدكتور احمد، بتمنى بالمجمل انه الحلقه كانت واضحه، الحلقه كثير عم يجي اسئله انه حتضل اي جواب حتضل، وحنشيرها ان شاء الله بقيه الجروبات. برجع بتشكركم، شكرا لحضوركم، شكرا لمتابعتكم، نكبر فيكم، دائما هدفنا نوصل المعلومه ونوصل كيف اجري العمل، اكثر ما انه ننبسط بحاله قبل وبعد، كيف اجري العمل، نعرف خفايا كل حاله، لعل وعسى كلمه صغيره نستفيد فينا من العياده، ودائما بقولكم شكرا لكم، يعطيكم العافيه، ولا تنسوني من صالح الدعاء، ونشوفكم على خير، يعطيكم الف عافيه، طلال نحلاوي.